شيخ، قد واحد يفوته سنة الفجر، فهل الأولى أن يقضيها بعد الإشراق أو كيف؟ قد يفوته سنة الفجر قبلية، متى يقضيها، بعد الإشراق أو قبل الإشراق؟ إذا فاتت سنة الفجر، يعني أتيت والناس يصلون وصليت معهم وأنت لم تصلي الراتبة، فصليها بعد الصلاة ولا حرج، بعد الذكر، بعد ما تذكر الله فصليها ولا حرج عليك. وإن شئت أخرها إلى النهار بعد أن ترتفع الشمس لدروح، ولكن هذا الأخير بشرط أن لا تخشى النسيان، فإن خشيت النسيان فصلها بعد الصلاة أحسن.